السلام عليكم. انا الام ديال محمد امين الشيكي الله يرحمه، اللي لقيناه مقتول ومليوح في الجولف 2016 شهر 8 28. جا ولدي من العمل ديالو كهرباء السيارات تقني عام، تعشى صون عليه التليفون خرج قال لي ماما غادي نمشي نبرك شويه مع صحابي. قلت لي واخا ولدي. حتى كنتفاجئوا في الفجر جاو عندنا جوج دراري تيدقوا علينا، قال لك ودي راه ضاربنا مع امين. قلت لي فينا هو امين دابا الله يرحمه؟ قال لي راه خليناه مع البنت وجوج دراري. صونينا عليه في التليفون، ما التليفون مطفي، خرج باه قلب عليه ما كاينش. الغد في الصباح خرجنا تنقلبوا، سولت ولاد الحومه تيقول لك راه شناه مع البنت ومع جوج دراري معاهم، البنت وجوج دراري معاهم. الاب ديالو حتى هو تيقلب والو ما لقيناش. وصلت ل 12 ونص ديال النهار رجعوا الدراري اللي جاوا عندنا في الليل. بالليل من جاوا عندنا قال لك قطع لينا سلسله، وهذا دار لي ضربوا الكتاف وقال لي قطع لي جوج سناسل. فعلا هما قتلوه مسكين الله يرحمه، داروا ليه سناسل في جيبه. وصلت الربعه ديال العشيه ولا الربعه ونص، صافي كل اللي سولناه تيقول لك شنا مع فاطمه عند جداها ساكنه حدايا الله يرحمها راه ماتت. مشيت دقيت عليهم قلت لهم واش كاينه فاطمه؟ قالوا لي ايه كاينه. قلت لهم كلموها ليا. مني كلموها ليا قلت لها فينا هو امين؟ قالت لي ما شفتوش. قلت لها فينا هو امين؟ راه غادي نمشي للبوليس، راه الدراري البارح شافوه معاك حتى 12 ديال الليل انتيا وجوج دراري. قالت لي وخالتي عطيني النمره ديالك ديال التليفون، انا غادي نمشي نشوف راه يمكن بيت عند شي دري في العروبيه. فعلا عطيتها النمره، مشيت انا للدار لبسات حويجها خرجات مشات للنيشه للبلاصه فين مليوح الدري في الجولف، بالوقوف ديالها هي بالوقوف الامن. عيطت لي في التليفون قالت لي خالتي راه امين مقتول ومليوح في الجولف. كنتسناو في الامن باش يعيطوا لينا، ما عيطوش لينا، ما قالوش لينا جيو تشوفوا ولدكم. مشينا شفناه في السبيطار ديال بن سليمان، تلقى ولدي حفيان عريان مجرور في الارض، عينيه فيهم الدم، وجهه كله دم. جات البنت جمعات كلشي الدراري اللي كانوا معاها. الغد هزوا الدري للرحمه، ما قالوهاش لينا، ما مشيناش مع ولدنا للتشريح، ما مشيناش معاه للتشريح. جمعات البنت الدراري قالت لهم هادو هما اللي قتلوه، على هادوك الجوج قالت لي هادو هما اللي قتلوه، راه حلفوا عليه. وهذا الشيء اللي قالت راه في الامن، راه في المحاضر ديال الامن كاين بان تضاربوا معاه وحلفوا عليه باش ينتقموا منه. وجاو دقوا عليهم في الليل كاع هما والدراري اللي كانوا مع ولدي، قالوا راه امين باغي ننتقموا منه. قال يا ودي امين ما كاينش عندنا. الغد مني خلونا تدفن الدري، تلقوا البنت وتلقوا الاولاد والدراري اللي تضاربوا معاهم، حالوهم المحكمه استئناف بالدار البيضاء. بقاو الدراري تماك والاخرين ردوهم هنا لبن سليمان. قتلوا لي ولدي وما عطاوناش الحق ديالنا، قتلوا لي ولدي وما سولوناش، قتلوا لي ولدي، فين ما حوايج ولدي؟ عرفتوا تقولوا سلا بلاهم السلاسل وحوايج المرحوم فينا هما؟ يا الله يرحمه مسكين، ما غاديش نسكت على حق ولدي. حرام عليكم من جيت الله، حرام عليكم من جيت الله، راه الله كاين عندك تحبوا الدنيا غادي تبقى دايمه ليكم. مني حكموا دوزوا ربع شهور خرجوا سارحموا، قات حالهم على المحكمه الابتدائيه ديال بن سليمان، خدوا شهر سورسي و10000 كفاله. انا تناشد المسؤولين الكبار، تناشد سي عبد النبوي الله يرحم ليه الميمه ديالو ويخلي ليه الوليدات ديالو، وتناشد المجلس الاعلى، وتناشد السي الداكي رئيس النيابه العامه، ما عطاونيش الحق ديال ولدي. الحوايج ديال ولدي ما داش الحق، ما دايرينش جريمه قتل في المحضر، ما دايريناش. ضربوا الدراري والمضاربه بقات الناس باغيين يشهدوا لحد الان، باغيين يشهدوا. قال لك حنا المضاربه بقات تمات الدري يمكن.
خرجوا الدراري خادوا سرح موقاس 10,000 كفاله. حتى كنتفاجئوا واحد السيده غاده وكتناشد سيدنا، ما كتناشدناش حنا، تتقول بان راجلها كيدير ليها وكيدير ليها كيتعدى عليها وكي هو اللي كيقتل امين ما خيفاش. ودابا راه جا المحضر ديالها عند الامن ثاني وباقا راه كاينه وباقا ما كاين حتى شي حاجه، حنا تنتسناو ما كاين والو. انا اللي تنطلب من المسؤولين الكبار الله يرحم ليهم الوالدين ياخذوا لي الملف ديال ولدي ويحيلوه الفرقه الوطنيه ولا الدرك الملكي وغادي تبان الحقيقه. الا ما بانتش الحقيقه يعتقلوني انا. اليوم جينا للمحكمه بن سليمان بحضور الاستاذه زينب الخياري والاستاذه ليلى اللي دفعات المنتماس لان دفعات الملف ديالها على اساس باش يستمعوا لهاد الاخوه اللي ما تيحضروش، لان هذه جريمه قتل ولو بالقوه العموميه. وتنطالبوا باش هذا الملف يتعيلوه على الجنايات او اعاده، لان احنا من الاول ديالنا تنطالبوا باعاده البحث واعاده تشريح الجثه، نظرا لان الملف ما كانش، ربما انا اللي لاحظت في هذا الملف ما داز بواحد الجديه في البحث ديالو. لا يعقل انه هو، انا تضررت في الابن ديالي لان الابن ديالي هو السند ديالي، هو اللي كان هاز الملف، هو اللي مكلف بالمحل ديالي لانه هو معروف في الاقليم بالكفاءه ديالو بالمعقول ديالو، باش يقولوا ان ولدي خرج من الدار مع صحابه وصبح ميت وشكون اللي قاتلو ما قاتلو يجي هو مقتول ويجي الملف انه المحكمه الابتدائيه. تنتفاجئوا انه تحكم بشهر، هاد الجوج اللي كانوا معتقلين تحكموا بشهر وعشرة بسوسي وحنا ما فعلمناش. اولا ما مستدعينش، هنا فين جينا تنحضروا لا الجلسه الاولى الثانيه الثالثه، ونقول لك واحد ستة الجلسات ما عمر حضر فيهم شي واحد، ولو عيننا عون سلطه باش يبلغهم عون قضائي التبليغ ديالهم ما تيحضروش. اليوم راه تاجلوا الملف ونتمناو ان شاء الله هذا الملف يتعاد فيه النظر وراه غيتبان الحقيقه، لان ويتصنتوا لينا حنا ان شاء الله، لانه حنا ما استمعوش لي الامن الوطني النهار اللي توفى ولدي ما غوتوا علينا. ربما تا غادي نقول لك انا بانه هو تا قاضي التحقيق اللي كان شاد الملف في الاول انه ما استمعش لينا، لانه كان يستمع لينا، لان كنا تا درت انا طلب السيد القاضي باش يستمع ليا وطلب مني دير طلب وما كاين حتى شي مانع. درت طلب مع الاسف انه القاضي تعين في بلاصه اخرى وبقى الملف هكاك. الحمد لله دابا مع الاستاذه زينب نتمناو ان شاء الله انه الملف يرجع ويتعاود النظر فيه وتبان الحقيقه. تلاح واحد السيد للقرص انه هو واحد السيده غاديه في الكار وتتناشد سيدنا وتتقول انا صحراويه، انا الزوج ديالي معدي عليا وتكرفس عليا، ومن بعد بقات تتكلم توصلت انه هو امين. خصكم تعرفوا شكون اللي قاتلو، اللي قاتلو راه هو فلان، هو راجل، وجبدات نفوذ بلا ما نجم سميتهم. نتمنى يديروا معاه البحث. انا راه تنشوف انه هو سيد، لان كنا مشينا درنا شكايه لا في النيابه العامه، رئاسه النيابه العامه في الرباط، حالوا على المحكمه الاستئناف، استئناف طلبوا راسلوا الامن ديال بن سليمان باش يستمعوا ليها. لحد الان راه باقي ما استمعوش ليها، والسيده راه موجوده وحاضره، لان كنا نتفاجئوا ملي كنا نمشيو تيقول لك اودي البحث عندنا واحد الشاهد، راه حنا في ورزازات. من بعد ورزازات ورزازات ربما تكرارا، من بعد قالوا لنا اودي لا راه عندنا دابا بان الخبر ديالها راه بن سليمان. ملي عرفنا ورزات عاد عرفنا بان السيده هي اللي تيبحثوا عليها، نطلبوا السيده هي يبحثوها وتقول الكلام واش صحيح ولا خطأ ولا المهم جيو يتصنتوا ليها باش حنا نعرفوا شكون اللي قاتل لنا ولدنا. وعندنا لان البحث اذا دار ان شاء الله ويتعاود راه عندنا شكوك في ناس اللي كنا غاديين باش نبلغوا بهم باش يتصنتوا لهم. الحراس الليليين اللي كاين شاهدين راه باقي ما تصنتوش لهم، نتمناو يستدعيهم وتصنتوا لهم. وكاين ناس اللي باغي يشهدوا وغادي تكون الحقيقه وغيتبان الجريمه، لان تنتفاجئ لان المحكمه الابتدائيه تقول لك انا الملف ما فيهش جريمه قتل، هنا فيه الضرب والجرح، هذا هو اللي تيتفاجئوا. وحنا الولد عندنا الصور ديالو كيفاش مليوح كيفاش مضروب، وتقول لي والناس كلها بن سليمان اللي تتقول لي فلان تيقول لك اودي راه مقتول.
راه ما يمكنش تلقى انسان مليوح اللي كان لابس بادريس بدله رياضيه وتحيد ليه وتلقاه عريان وتقول لي بانه راه ما مقتولش. هذا هو اللي تنتمناه، ان شاء الله الا تعاود البحث يتعاود بواحد الجديه وباش نرتاحوا حتى حنا وما نبقاوش نكون نهار الام ديالو دابا راه ما تتنعش. وانا محن الدري اللي كان عندي السنوات ديالي بالخدمه انا تضررت منه بزاف، وماشي غير انا راه حتى من الناس الكليان ديالنا تضروا منه، باقي دابا هذاك السيد كله تيجبدوا بالخير. ونتمنى ان شاء الله تبان الحقيقه، وشكرا لكم.